فقال الكابتن حسام البدري مدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم إن المرحلة الأولى في بداية مشوار التصفيات نحو كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون انتهت بانتهاء مواجهة جزر القمر، مشيرا إلى أنه بيجب إغلاق الملف والتركيز على ما هو قادم في المرحلة المقبلة. وأضاف البدري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر أن المنتخب بيمر بظروف صعبة بتتمثل في تعيين المدير الفني وجهازه المعاون قبل وقت قريب جدا وفترة صغيرة قوي قبل انطلاق المباريات الرسمية في تصفيات كأس أمم أفريقيا. وأوضح أن الأمر مثل مشكلة كبيرة للجهاز الفني في كثير من الأمور وعطل أمور كتير تانية علشان يتعرف على اللاعبين وإقامة معسكرات ووديات بتكمل صفوف الفريق خلالها بجانب الاستقرار على القوام الأساسي. وتابع البدري وقال أنه بسبب التأخر في إعلان وتعيين الجهاز الفني لم يتجمع الفريق إلا معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر اللي فات، ولم يتجمع المنتخب خلال شهر سبتمبر لهذا السبب، الأمر اللي بيمثل مشكلة كبيرة للجهاز الفني في التعرف على اللاعبين وتحفيز طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني. وأكد المدير الفني أنه سكت كتير وفضل أنه ما يكونش بيتكلم طوال المرحلة اللي فاتت حتى لا يعطي انطباع سلبي للاعبي الفريق، مشددا على أن المنتخب بيمر بمرحلة إعادة إحلال وتجديد وهيكل إعادة هيكلة للمنتخب بتغيير التشكيل، وممكن كمان يكون في بعض التغييرات على المستوى والنتائج، وبيسعى لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي سريعا. وقال إنه غير راضي تماما على نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر، ولكنه بيؤكد على في الوقت ذاته إن اللي جاي هيكون أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة اللي جاية بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة، مشيرا إلى إنه بيهني منتخب جزر القمر على المباراة ومستواه، وإنه خلق عدة محاولات ولكن لا توجد فرص واضحة لتسجيل طوال 90 دقيقة، والفريق أمامه 4 مباريات في التصفيات هيكون بيعوض فيها وبيحقق الفوز المتتالي، ومنتخب مصر هيكون في كأس أفريقيا بالكاميرون مع نهائيات التصفيات أو مع نهاية التصفيات. وعاد المدير الفني ليؤكد إن هناك نقص في عدد كبير في صفوف المنتخب لدرجة إنه بيستخدم لاعبين لسد العجز والنقص في بعض المراكز وبيبدل بعض المراكز للخروج من تلك الأزمة، فهيكون بيعمل على تطوير الأداء للوصول لأفضل صورة ممكنة في المرحلة اللي جاية لأنه لا يرضى عن الشكل الحالي للفريق. الوقوف برضو هنا في بعض عند نقطة في التصريحات لفتت النظر إن هو الفريق هيكون بيستعيد قوته مع عودة محمد صلاح من إصابته، وبيبقى هنا السؤال إلى متى ممكن نشوف منتخب مصر بيعتمد دايما على محمد صلاح، ولكن محمد صلاح أكيد نجم كبير ومحمد صلاح أكيد مؤثر مع فريق ليفربول، فبالتالي هيكون مؤثر مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، ولكن إزاي ممكن يكون منتخب مصر فقد لهويته بعدم وجود محمد صلاح داخل المباراة؟ إزاي منتخب مصر لازم يكون عنده حل فني آخر بعدم وجود محمد صلاح؟ لما كان بيتقال عن منتخب مصر إنه منتخب باسل صلاح كان البعض بيتضايق، وإنه مفروض منتخب مصر يكون عنده الإمكانية إنه يلعب بوجود نجم كبير أو بعدم وجود النجم الكبير، لأن في أي ظروف ممكن تكون بتمنعه، مش معنى إن الظروف منعت محمد صلاح إنه يكون مع منتخب مصر إن النتيجة تكون بالشكل ده وإن الأداء بيكون بالشكل ده. حتى باسل صلاح احنا شايفين حتى اللاعبين مين اللي هيباصل صلاح، يعني كان حتى الشكل ما يطمنش، حتى لو صلاح كان موجود كان هيجيله فرص وان هو كان هيبقى قادر يهدد مرمى المنتخبين سواء كينيا او جزر القمر، فبالتالي الحاله مش جيده. وعوده صلاح ما اعتقدش ان هي حل للازمه، لازم يكون في وقوف على حل الازمه الفنيه وهويه المنتخب الوطني بصلاح او بدون محمد صلاح.